السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، بعد الضجة العالمية اللي أحدثها الفيديو العفوي للإمام الجزائري وليد مهساس، واللي أظهر للعالم بعفويته رفق وسماحة الإسلام خصوصا مع الحيوان بعدما احتضن قطة خلال صلاة التراويح وواصل قراءة القرآن وبادلته القطة بأجمل قبلة في العالم، حركت بها قلوب الملايير، خلى جميع القنوات الإعلامية العالمية ترفع القبعة للمسلمين. وبعد ما شفنا محاولات التشويه اللي قادها اليهود بزعامة كوهين لكنها بفضل الله فشلت، ولقطة الإمام زادت انتشرت حتى عند اليابانيين والصينيين والهنود. اليوم ولي عهد السعودية بن سلمان فاجأ الجميع بعدما أعلنت المؤسسة التابعة لحسين محمد حجازي بتوجيه دعوة رسمية للإمام الجزائري وليد مهساس لزيارة أحب بقاع الأرض إلى الله، ألا وهي السعودية، وإهدائه عمرة تتكفل بها المؤسسة السعودية من كل شيء. وهذا أجمل رد على بعض الحسودين وأجمل هدية للإمام البسيط اللي نصره الله بقطة قبلته فأبهر العالم. فألف تحية لولي عهد السعودية على هذه المبادرة الطيبة والرائعة، لأن أجمل هدية يتمناها كل مسلم غيور هي زيارة أرض الحرمين، أرض رسول الله. ألف مبروك وألف شكر للإمام الجزائري وليد مهساس اللي بالعفوية تاعه وببساطته خلى العالم يدي نظرة رائعة عن سماحة الدين الإسلامي الحنيف والمسلمين، وينهي كل ما قامت به المسلسلات الهابطة من محاولة تشويه للمسلمين فقط بفيديو من ثواني مع قطة قبلته، فأنهى بها كل محاولات التشويه وأثار إبهار العالم. فألف مبروك وربي يطول في عمره.